تعال نعمل دي هاي بطيخ. بطيخ خوخ بس مش يكون مدود، اصل السنة دي كل كيوي. كيوي ايه اللي بتاع الاخضر ده؟ يا قرفي يا حزن الحزن، مش في شي يحلى الديدان ده. البرميل الاخضر ده خس، اللي نعرف احلى من اللي مش نعرف. لا خس فلفلي، لا خس هخس كده يا حزني. خس موز، موز عليكم على اللي نزل برنامج. انا ناس بحب ونفسي اكله. لا انا ناس، لا انا ناس مش بحب القرنبيط. انا ناس هاكلك ان شاء الله فيما بعد. انا ناس، انا ناس يا ناس غيره بقى. لا انا ناس، لا انا ناس مش عاوزه اني تاخد يا قرفي. عاوزه شيح للديدان. انا شمام اللي بنسرق من الغيطان. لا شمام ما بحبش الذره. يا لهوي كلية من الميت ده، شمام ولا الطحال ده شمام. تفو على دي برنامج. انا ناس كيوي ده ولا ايه ده؟ لا هنا عمري ما اكلتك، بس يلا انا حدي هنا يا حزن. عاوزه شبشب. انا ناس عشان زهقت من اللي انا مش عم. موز راسي وجعتني. مش في هنا فلوس تتحط سوداني عشان نشرب وراه ميه ساقعه يعمل لنا اسهال. خس بطاطا مشويه، بطاطا مشويه. لا بطاطا ثوم وبصل. احنا عكس الحزين. عنب يا حزني. عنب راسي وجعتنا الله يوقف حال. انا كيوي. كيوي وانا مش، ما انا مش عارفه الكيوي من الانامل. مش عارفه دي اكتبوا لي ايه اللي بتاع البذر الاسود دي. ها لا هي احب انا الكيوي. لا كيوي لا ده غالي الكيلو ب25 جنيه يا قرفي. موز شوية عشان العيال مش بيحبوا الموز والكيوي عشان رس. ده شرس وجعتني. مش ينفع اعمل كده. ناخد بطاطس شوية عشان نجي. مش في زيت هنا والنبي؟ طب ولا رز ولا عدس؟ مش في زيت؟ مش عارفة ايه اللي بتاع الديدان دي اللي جايبينها. جيراني ناشرين عمالين يغرقونوا مية. الهدوم بتاعتهم غرقتني مية. اعصروا الهدوم يا ناس يا اللي فوق. منجب كان نفسي في المنجل هيحرق. يا رب في الاخر يطلع لي حاجة حلوة والنبي يا رب. يا رب يطلع لي حاجة حلوة والنبي يا رب.